واو ولا ما واو؟ دوق لن شو؟ شوكولا دبي. يا سلام على القرش اللون. محمود وين غاتت؟ شو عم تعمل؟ ليش هون عم تاكل؟ مشان نكون لدبي. مشان شو؟ أنا مين قال هالحكي؟ أنا. ليكي كيف حاطط الغراء؟ يو ليش مجهز كل هالغراء؟ تنعمل شوكولا دبي. مين قال نعمل شوكولا دبي؟ أنا. عن جد؟ والله؟ هذول الملاية؟ أيوة. شو بدك أنت؟ هاي بدك اياها شوكولا دبي. بس ما بدك اول شيء المقلاية، اول شيء بدنا نفرم الكنافة، بدنا ندوب الشوكولا. هلا بدنا ندوب الشوكولا اول شيء. لا لكن الشوكولا اول مشان نحط اول طبقة بالثلاجة. جمدة الشوكولا بنحطها بالبراد وبنقعد بنعمل الطبقة تبعيت الكنافة. انا احبها هاي الفلافل. انت تحبيها لهي الشوكولا دبي؟ هلا ندور على شو عم تعمل هلا؟ مورا. شو عم تعمل هلا؟ حط مي. هلا عم نعبي مي منشان لا اول شيء حطها على الغاز، على الغاز منشان تسخن بعدين مندوبها. ايوه شغل الغاز منشان تسخن المي. يلا حطه منشان بس تغلي على السبعه وثمانيه، منشان بس تغلي بنحط الزبديه. تفضي ايوه الشوكولا كلياتهم تفضيها. لا كلهم كلهم بدنا اياهم لانه بدنا نعمل بهي الكبيره وبدنا نعمل بالقالب الثاني. خليها تساعدك. لا بتكفي بتكفي، خليها تساعدك بس ما تاكلي. ها ساعدة مساعدة ما تاكلي ولا شوكولا ما بتمه ولا وحدة ولا وحدة. لهيك بدك تساعدي انت، لهيك بدك تساعدي ولا شوكولاتة. ها ديري بالك شايفتك انا. ايوه يلا حطيهم بالزبدية. لا ما في تاكلي، يلا بدك تاكلي شوكولا دبي بعدين بتروح من حصتك. ها الكولا هالدبي. يلا هلا فضيهم كلياتهم وانا بقطع هلا الكنافه. لا انا البيضة اول شيء رح ندوب الابيض عشان نحطه بسفل هاي وبسفل هاي بالقالب يعني اللي بدنا نساوي. بسم الله طفي تحت الغاز. لا حاجه طفي الغاز، طفي على الاغي. اي على الواحد بس حركها. حرك هلا بيدوبوا فورا. السما بلش يدوبوا. ايه بيدوبوا فورا لانه المي سخنه نار وساتها عم تغلي. ايوه شوكولا دبي. شوكولا دبي. شوكولا دبي. شوكولا شوي. يلا لحتى تدوب. شوكولا دبي. شوكولا دبي. وهلا هون رح نحط شوية زيت منشان بدنا نعمله بهذا المشان ما تلزق الشوكولا من تحت. هيك هلا دهنت انا القالب منشان ما تلزق الشوكولا فيه من تحت عشان يطلع معنا بسهولة. هلا داب عنا هاد. ايوه بده يحط محمود هيك بسفلة. ايوه منشان يطلع هيك موديلة حلو. كتر كتر بالابيض كتر. حلو. لا بالعكس هيك بيطلع لونه كتير حلو. هلا بنحط فوق الاسود بيطلع غير شكل. لانه هذيك المره كانت جامده عملناها بالمره بس محمود قال حسها جامده مع انه كانت كتير طيبه. كانت طيبه بس لزجه يعني لازم تكون لزجه يعني بتوقع لازم نحطها هلا الساعه. هلا كل مين بقى بيعملها حسب ما بده. ايوه هون كتر هون هون كتر. ايوه شيف محمود، محمود الفنان. ايوه حط حط اسه حط اسه حط. شو رايك نحط كم حبه فستق حلبي هيك فوقا وبعدين بنحط الشوكولا مشان يطلع هيك منظره. ما كيف بدك تاكل فستق حلبي؟ هذا هذا فستق حلوي. اه ما بتحط ما بتحبوا قطع؟ بحبوا بس ما كثير، ما بفضلوا يعني. طيب يلا تمام. وهلا اجينا على الشوكولا الغامقه. هلا كمان رح ندوبها نفس البيضه. يلا دوبن كله منشان هلا نحط اول طبقه بعدين نعمل الكنافه. نافه نافه نافه. ما راح تعملي شوكولا دبي، انت عم تاكلي شوكولاته عاديه. تفضلي. يلا هلا رح ننتظر لحتى تدوب كلياتها. شو
شغل تحت الغاز مشان نعمل الكنافة. حطه على الخمسة ستة، على الستة. بس أول شيء نحط زيت، أول شيء زيت. لازم زبدة. يلا هلا اسم نحط معلقة زبدة فوقه، بس زيت وزبدة لأنه هاي الزبدة اللي عنا ما كتير منيحة. السحط السا بده زيت، ما بين تحمصوا هيك. يلا حطوا بعدين نحط الزبدة لأنه هاي الزبدة كتير. حط معلقة زبدة. أيوة تمام. هلا بدنا نحط الكنافة وننطرها لحتى تتحمص كلياتها. بدنا نحمصها. يلا حطوا شوي شوي. أوائل الساعة 7 أو على 8 محمود عشان يحمي الزيت أسرع. هاي الكنافة جاهزة. حطينا زيت كتير؟ لا ما حطينا لأنه الكمية عندنا منيحة ما شاء الله. والله صارت حمرا رح تصير حمرا. يلا حطهم، حط الكنافة، حط الكنافة لنشوف الشوكولاتة شو صار فيها. قدري هاي الشوكولاتة بلشت تدوب، هاي طولت لأنه الكمية أكبر. محمود جيب معلقة كبيرة، هي معلقة صغيرة ما خرج. يلا على كل ما عم نحط عم يعني نحمص شوي عم نحط فوقها مشان يكونوا كلياتهم نفس اللون. وهي الشوكولا دابت عنا، هلا راح نحطها بالقوالة بعدين بنترك مشان الطبقة الثانية. يلا حط هون الشوكولا، قرب شوي. هات لحط انا ما بعرف ايش مطلوب معه. لا وايوه هاي كتير كتير جامدة. يلا حرك انت الكنافة محمود. ماما ما عم نحرك هلا شي، بس محمود عم يحرك الكنافة هذا لانه غاز من شانك. ماما شو صار في هذا؟ الشوكولا سخن من شانك من شان ريتا. ماما صارك فيا شو حد شي طولي بالك شوي. طولي بالك شوي محمود ضعف الغاز اذا حسيته شوي. هاي الثانية شوكولا شو في هاي الرورة؟ ماما شو هاي الرورة؟ رورة الاصفر. هاي أول وحدة جاهزة رح نحطها بالثلاجة. تحميص بهالكنافة. تحميص 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 تحميص. طبعا بدها شوية وقت. يلا تكون جمدة الشوكولا. يلا طلعها جمدة شوي. يعني الشوكولا ما بدها كثير لأنه هاي طبقة معنا فورا بتجمد، طبقة رقيقة. نحن ما ضعف فيها أي إضافة. هلا ليكو هلا هيك بدنا نحط كمان. فضي انا برايي هدول، فضي لهي اول. لا بالاول هيك. طيب يلا تفضل. بدنا نحط لها معلقه طحينه لانه انا شفت عم يحطوا لها طحينيه مشان تدوب كلياتها مع بعض. بسم الله. هات لفضي انا عنا. هات هات بسم الله. بسم الله. ليكو هاي البيستاشيو بس لحتى نجيب. طول بالك شوي. لازم ندوبها شوي بتوقع. لا ما بدها تدوب، هلا بدنا نحط لها طحينيه معها. بس يعني هات لحتى انت اخر شيء بتحطها. طيب هاي رح نحطها كلها. جيب الصوص اللي كمان البستاشيو. ليكو وراك وراك ليكو ليكو لانه ما عندنا كفايه. معنا وحده ثانيه من هون؟ ايه من هون؟ لا يلا فضي فضي من اللي معاه. قرب لها قربها. طبعا تقريبا نفس طعمته بس انه لزج اكثر. صوص هذا الله من كل عقله. والله اللي شفته طلع عنا اسا واحد ونحن ما منتبهين. طلع اسا عنا رح نحط اسا معلقه جامده جامده. هي اجمل من هذي وهي هي. وهلا رح نحط معلقه طحينه. بدنا ندوبهم هلا كلهم هيك مع بعض. يلا محمود حركنا اياهم كلهم بقلب بعضهم.
عشان يطلعوا كلهم الصوص. طبعا الكنافه كانت حد هات لحرفه ها اذا ما بتقدر. هو محمود بده يعمل شوكولاته دبي بس انا اللي بحرك وانا كل شيء هو مشرف علي. بعد ما جمدت الشوكولا راح نحط الكنافة. أيوة حطك حط هون رصة منيح عليها. ما في دوق يا كيفك. يلا محمود. مش وحفة. هلا بس تصير راح نطعميكي واحدة إسا ما صارت لأنه صرنا نحط طبقة. يلا محمود حطهم كلياتهم. يلا محمود يلا هلا رح تشوفي كيف بدنا نحط. لا يا تسنيم لا يا تسنيم بتكبين عليكي المي سخنه. حلوين هلا تشوفي ما اطيبها. محمود كمشناك عم تاكل. يلا حط حط رص رص اكتر حط اكتر حط عشان تطلع سميكه لانه هنيك اسا في هذه بس. ايوه هيك تمام اسا شوي اسا. يلا محمود حطان هلا هيك عرصينا كل الكنافه. حط الشوكولا شوي شوي انا برايي شيل الهي وصبن يمكن منشان تيجي كلها يا سالي. المعلقه الصغيره نجيب المعلقه عندك. وزع كل الشوكولاته عليا منشان ما تجمد فوره. هات الحين محمود حشتاك. بسم الله يلا هلا مسدك ياتا شوي شوي مشان ما تنخلط الشعريه مع الشوكولا. شعريه ايوه هيك ايوه مسدها مسدها مسدك ياتا. اسال هذيك الجهه لهون. ايوه تمام مسدها. هاي خلصنا اول وحده ورح نعمل هلا الثانيه ورح نحطهم بالثلاجه وعن نتيجه منشوف سوا. صعب. يلا حطها هاي بالثلاجة. هلا نشوف فرجينا والله مبينة. واو هاي شوكولا دبي كبيرة. تعالوا ندوقها. يلا دوقي. عم تقرش قرش طلعتها مرة احسن. هذا شغلك معلش. يلا لو وحدة ما زابطة شو هالشغلة يعني شو توتي طيبة بدر ليك ليك ريتا اللي لبا. يلا عملنا واحدة تانية هيك قطعها لنشوف لقرشه. شوف لنا التانية هاي الكبيرة. هات لقلبة انا احسن ما تكبها. يلا بدها صحن كبير يا محمود هذا ما بيصح. طيبة صحة. طيب ذوقوني لكم ساعة عم تاكلوا. طيبة صحة. مش كترنا نحن الشوكولا كان لازم نفضيها. معلش طيبة قسمنا الكبيرة لنشوف لو انه ضل قسم من الشوكولا بالصحن. فرجيني اعطونا الشقفة لنعطالة ابو شو طيبة؟ يلا معلش لو ما انه نجحت 100% بس هذيك المره نجحت اكثر طلعت كامله صح بس هالمره عجبتكم اكثر. يلا صح المهم انكم جربتوها للمره الثانيه طبعا. محمود رح يجرب يفتح لنا اول وحده طبعا لانه هي على طلبه شو اسمه شوكولا دبي. شيل اول وحده شو واو ولا ما واو. واو والله واو. واو ولا ما واو. دوق لنا شو شوكولا دبي. يا سلام على القرشة. فرجيني اللون شو محمود. واو ولا ما واو. واو زيادة كمان. واوين بس